السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت اليوم نوصل الميساج ديالي بزاف البنات، جيت نفكرهم بشي حاجة اللي كيتناساوها ولا كيديروا الحجاج باش ما يديروهاش. جيت نفكرك بالحجاب، جيت نقول لك بلي راه فرض من الله سبحانه وتعالى، ولا ما درتيش غتحس بيه. جيت نفكرك ونقول لك بلي الحجاب راه من موجبات عذاب القبر، ونهار تموتي غتكفني ليه بزز منك، كيما نبغيهاش راسي ما نبغيهاش لخواتاتي. خصك تعرفي بلي الحجاب راه فرض امر رباني من الله سبحانه وتعالى، بحالو بحال الصلاه بحالو بحال الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره نوح: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. هنا الايه جات توضح بلي الحجاب ما جاش غير الصحابيات وما جاش غير النساء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، جا حتى النساء المؤمنين مسلمات. يعني إذا كنتي كتآمني بالله سبحانه وتعالى وكتآمني بالرسول صلى الله عليه وسلم، راه غادي تمتثلي الأوامر ديالو. البنات اللي كيقولوا خصني نقتنع بالحجاب، أنا عارفة بلي الحجاب فرض، خصني نقتنع به. خصك تعرفي بلي الشيطان هنا كيلعب الدور ديالو، ما غاديش يبقى جالس انك انت تقتنعي، غادي يلعب الدور ديالو وغادي يضلك على الحجاب، غادي يقول لك انت زينة بلا حجاب، شعرك مطلوق كتجي واعرة، اللبسه هذيك اللبسه كتجي معاك، راه غادي يدير ما في جهده باش يضلك على الحجاب، وما غاديش تقتنعي به. غتبقاي تستناي تستناي تستناي، ما ضمنتيش راسك واش تعيشي منها الغدا، ما ضمنتيش راسك واش تعيشي منها السيمانه الجايه. خصك تعرفي بلي الا بغيتي ديري الحجاب، الا بغيتي ديري الحجاب خصك ديري في راسك حاجه واحده، حاجه واحده، بلي داك اللبس كله راه ما كيسوى عند الله سبحانه وتعالى والو، بلي الرضا ديال الله سبحانه وتعالى كبر وعظم من اي حاجه، اي حاجه ما كتستاهلش غير الله سبحانه، الرضا ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي كيستاهل. الا فكرتي هكا راه كوني على يقين انك غديري الحجاب كما ينبغي، كما امر الله سبحانه وتعالى. كي كنقول الحجاب ماشي قصه خارجه وماشي مكياج في الوجه وماشي تجين وماشي شوميز مزيه، راه ماشي حرام الا لبستي وعدلتي وزوقتي طلقتي شعرك وماكيتي. الحرام انك ما تعرفيش فوقاش ولمن. لبسي عدلي زوقي في دارك لراسك لراجلك، ماشي ضروري انك تخرجي للشارع وتكوني عرضه للمنواله. وكثر قلبي كيوجعني كي كنشوف بنات متخلقات كيصليو وكيصوموا، يعني ما شاء الله على الاخلاق اللي عندهم، وكيخرجوا بداك اللبس للشارع حتى كيوليو يسمعوهم اللي الهضره اللي تسوى واللي ما كتسواش. قلبي كيوجعني، علاش علاش زعما هاد التناقض؟ ديري الحجاب ديالك، راه ما شاء الله راه الراحه اللي غتحسي بها سبحان الله، وراه غادي يعاونك بزاف د الحوايج تبدليهم في حياتك. البنات اللي كيقولوا انا كندير وانا كندير راه ما نقدرش ندير الحجاب ونشوه، راه الا درتي الحجاب باش ترضي الله سبحانه وتعالى عافي بلي غادي يكون نقطه كبيره في تغيير حياتك، وراه غادي تقربي من الله سبحانه وتعالى اكثر. غتعافي في ديك الساعه بلي كنتي في الظلام، راه غادي يخرجك من الظلمات الى النور. خصك تعرفي باللي الحجاب راه شي حاجه اللي كيربيك اللي كتعاونك باش تكلعي من راسك بزاف الحوايج خايبين. كيما قلت لك راه ماشي عيب تلبسي وتزوقي، راه خصك تعرفي لمن والفوقاش. نتمنى الميساج ديالي يكون وصلك، ولو نكون فيقت فيك ولو شويه، نكون خليتك تحسي باللي راكي غالطه بزاف، وباللي خصك تكملي دينك بالحجاب ديالك. نبغي نوصل عاود ميساج ديالي للبنات اللي دارت الحجاب: كوني داعيه لحجابك، كوني داعيه بالاخلاق ديالك وحسن التعامل ديالك ومحبتك للاخر. راكي مسؤوله 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 على اختك اللي ما دارش الحجاب. يعني ملي كنقول لك كوني داعيه لحجابك، ما تمشيش عند الاخرى وتقولي لها راه خصك ديري الحجاب وكتبقاي تامري فيها ولا حتى كتخليها تنفر من فكره الحجاب. راه كنقول لك كوني داعيه بالاخلاق ديالك بالتعامل ديالك بالمحبة ديالك. خلي دي يشوف كيقول الله يعمرها دار، راه خصني نكون بحالها، راه خصني علاش هي وعلاش انا. يقول الله سبحانه وتعالى: وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. هذا الميساج اللي كنتي عاوني اختك باش ندير الحجاب بالحكمة والموعظة والمحبة والاخلاق. نتمنى كل ميساج ديالي يوصلكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.